الدين الذي في ذمم الناس إما أن يكون عند الأغنياء أو عند الفقراء، فإن كان عند الفقراء فليس فيه زكاة إلا إذا قرضته تزكيه لسنة واحدة، وأما الدين الذي عند الأغنياء ففيه الزكاة كل سنة، ولكن إن أحببت أخرجته قبل أخرجت زكاته قبل القبض، وإن أحببت هل هم فقراء ولا أغنياء؟ أنا أعطيك الجواب، إن كانوا فقراء فليس عليك زكاة إلا إذا قبضته، لو بقي 10 سنين ما عليك زكاة إلا إذا قبضته تزكيه سنة واحدة، إذا قبضته لو بقي 10 سنين ما عليك زكاة، السنة حاضرة فقط. وإذا كان عند أغنياء يمكنك تقول أعطوا المال ويعطوك إياه، هذا تزكي كل سنة، ولكن أنت بالخيار، إن شئت أخرجت زكاة مع مالك قبل أن تأخذه منه، وإن شئت انتظرت حتى تأخذه. وفي هذا الحال لو فرض أنك انتظرت حتى تأخذه ثم افتقر ولم يوفوا فليس عليك زكاته.